الداخل، شوفوا معايا خاوي بحال هكا، شوفوا فش فش. نتمنى تجربوا وتنجح معكم الوصفة. السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بافضل الاحوال. اليوم ان شاء الله جيت لكم بطبوط صغير او ميني بطبوط اللي كنحتاجو في رمضان بزاف، وتنعمرو في خشوات مختلفه منها السخونه ومنها البارده. اللي مازال ما اشتركت في القناه اشترك في القناه مع تفعيل الجرس باش يوصلها كل جديد ديالي، وما تنساوش تضغط على زر الاعجاب. الان نمرو للمقادير. باش نديرو البطبوط كنحتاجو عندنا زلافه ونصف من الدقيق، زلافة من الفينو، الفينو هو السميد الناعم جدا. عندنا ملعقة ديال الزيت، الدور ديال الزيت هو انه تيخلي البطبوط ديالنا رطب، ما تايبش لينا بسرعة. عندنا هنا وقليل من الملح، ملعقة من السكر، السكر هو اللي تيخلي تعطينا داك اللون المحمر للبطبوط. وعندنا ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، ماء دافئ للعجن، والسر ديالي في البطبوط هو هاد البيضه. ضيفوا البيضه للبطبوط ديالكم الميني بطبوط وشوفوا معايا الفرق، تيجي البطبوط زوين بزاف بهاد الاضافه بهاد البيضه. الان نمروا لطريقه التحضير. درنا الدقيق ديالنا، غنزيدو الفينو، الملح، السكر وخميرة الخبز، نخلطو هاد النواشي. هاد الكمية تتعطينا كمية كبيرة من ميني بطبوط. ممكن انكم تنقصوا من الكمية الا بغيتو كمية اقل، او انكم ديروا هاد الكمية كاملة وتحتفظوا بها في المجمد، تبقى هو هداك. الا درتو هاد البطبوط الميني بطبوط في المجمد ملي تحتاجو تخرجوه تلقاوه بحال طيبتو في الحين. اذا غنضيف هنا ملعقه ديال الزيت والبيضه. البيضه الا بغيتو تستغناو عليها استغناو عليها، ولكن عندها اضافه زوينه بزاف لهاد الميني بطبوط. نضيفو الماء الدافئ تدريجيا. العجينة تاعنا خصها تكون شوية مرخوفة، ما تكونش قاصحة. من بعد جمعنا العجين ودلكنا غير واحد شويه، غناخذوا الاناء غنديروا فيه شويه ديال الزيت. شوفوا معايا العجينه تتلصق، راه ماشي رطب، ماشي قاصح بزاف، تتلصق لينا في اليدين، ولكن ملي غادي يخمر غادي يتجمع. غنديروا شويه ديال الزيت، وغادي نخليو العجين ديالنا يخمر حتى يتضاعف الحجم ديالو، ونكملو باقي المراحل. ها هو البطبوط ديالنا خمر، خمر مزيان. اول حاجه غنخرجوا الهواء اللي فيه الداخل بهذا الشكل. ناخذ جزء من العجين
نشو سطح العمل الدقيق، نسرحو البطبوط ديالنا. العجينه ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه. نتاكدوا باللي العجين ما لاصقش على سطح العمل بهذا الشكل. ناخذ قطاعه، اللي عنده قطاعه يستعملها. انا غنستعمل هاد التلافه، اللي هاد التلافه بهاد العبار، غنستعمل هاد العبار، غنحطو زلافه وندورو بهذا الشكل. الحجم تبقى على حسب اللي بغيتو نتوما، ممكن ديروه كبير ممكن ديروه صغير. الشكل انا غنكمل باقي العجين ونرجع لكم من بعد. من بعد واحد 10 دقائق شوفوا معايا العجينه خمرات شويه. اذا غنبداو دابا الطهي ديالها. هذا هو البطبوط نتاعنا من بعد ما وجد، تيجي على هذا الشكل، تيجي مفشفش وخاوي من الداخل. شوفوا معايا خاوي بحال هكا، شوفوا فشفش. كنتمنى تجربوا وتنجح معاكم الوصفة. اللي مازال ما اشتركش في القناة تيشتعبك. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.